عم خلصني وخلص سكتني دول يا عم سكتني دول صعد النبي يا عم سكتني دول بس انزل يا انت يا عم يا عم الحاج الله يهديك كلمنا انا هنا كلمنا انا النهايه دي هتنزل مع مين يا مشاوير خلاص انا ورانا مشاوير ومش فاضيك هسجنك تسجن مين هسجنك انت وشد الامامه بتوعك دول الامامه ايوه انت تعرفش مين ابو ودود ماليش دعوه ابو ودود وبزفت بقول لك انا ليه اخد عربيتي عشان ورايا مواعيد امال مين اللي هيسوقها لاسيوط انت انا ماله مال اسيوط ايه شغلتك ده وما تطلعنيش من اعصاب الله يهديك طب ما جات لك حل تطلع مين لغايه بني سويف بني سويف هو اللي مشغلها اجره يا بني ادم امال الراجل ده 500 جنيه ليه يا بني ادم يبقى انت احمر وهو احمر زيك شكر يا بيه زعل شكر يا بيه يا حرام انا مش بيه كلمني ما تعرفنيش ترقص لي هناك انا بكلمك اهو الامانه خلاص الدم غلف في فوق مش هرحمك انا مش هرحمك يا بيه انا ما بقدرش انزل البيت دي ليه لازم تنزل نزل انا بموتك في العربيه تموت مين هموتك بره بتاعتك دي هي فرخه مالك يا عم انا اللي مالي فيه انا اللي مالي برضه ايه يا راجل يا منافي يا عديم الدين تصف عيالك في عربيه راجل ما تعرفوش يا عم خلصني وخلص سكتني دول يا عم سكتني دول صعد النبي يا عم سكتني دول